ديكالي قال شي بلاصه خاطر كنت باش نحكي اليوم باش نحكي على مشكلتي العويصه انا وزملائي اللي هي الريفيزيون زيدوا لي لا سي بون رتحت خاطر كنت ماسطه هي خمسة من احمد شنوفي لا امبوسيبل كيما تعرفوا الناس الكل اللي انا نقرا ونخدم والاثنين الجاي كان احيانا ربي لقيت هذا باش نبدا على مقعد الدراسه ومقعد الدراسه غدار والنبي محمد لاني عارفه اش باش نكتب انا اش باش نحكي لهم مدي ديكالي زيد فوليوم راديو نافا ولا باش نحكي لهم على زيرو بري وسي دي 13 ويا ليلى انا بحبك دربي على دربك كيف طوعك قلبك تبعد وتنساني اما شوف انا راني حقانيه ونلوم على روحي انا مانيش كيما جوارات الكره يخسروا الطرحي وحلوها في الكره مش منفوخه مليح ولا الجيل هبط لي على عيني عيني لسبتي بعضها ما ريتش الجول والجماهير الوفيه تعدي يا جماعه كامله لافريقيا عقليه ومعاملين على رجاء ارضيه باش طلع لهم الجمعيه دونك المشكله فيا انا وفي العقليه نتاعي لانه الريفيزيون كلها على بعضها عقليه وانا ملي بديت نقرا ديما نميع في القضيه عمري لنهار قريت على روحي لنهار حليت كتاب وركزت في محتواه ديما تلقاني الماكيج اللي تصور لي في الكتاب كان جاتني تصوير تمراه نعمل لها شنغم ولحيه كان جاني راجل نعمل له حواجبه برجوليه تمنيت حاجه بركه تمنيت كان قراونا على مقدد السهيلي برشا ماتير تلقى ما تخدم فك الصلعه ها وتبدا هي لو كوب غارسون كوب ايطاليان كوب كاري وكل ما تقلق تطولوا في شعره لين تو يولي هو ما عادش تنبل واش صورت وجوه على بارتير دارنا تلقاني سارحه ويخرج لي وجه من القاعه ما فهمتش كيف صورت لكم باز الناس الكل هذا ونبدا نفيكس يا خاطر نخاف كان ندور وجهي ما عادش نلقاه الوجه ذا عليا وخرجت برشا اكتشافات دغنيغمون اكتشفت حاجه ما تجي على بال حتى حد منكم ما تجيش اللي هي قاعده نقرا امي جابت لي قهوه كعبه ملفاي حسبتها ماهيش ملفاي 587 فاي وقهوة يغشوا فينا وما نشربين قالت ميل فاي كل شيء نعمله في ريفيزيون الا اني ريفز نحل نتفرج فيها البومات عرسومي يمكن الرعب ما فهمتش امي وبابا كيف جابوا الجمال هذا الكل معناها سبحان الله نحل نتفرج شويه كليبات نتعدى نشوف الفنانات قبل وبعد عمليات التجميل وصلت عملت حاجات قراف على الاخر وليت ندبلج في الاغاني الغربيه تعرفوا الفنان 50 مليم معفوه 50 مليم دبلجت له اغنيه طيح لي وعمل لي افرشق افرشقك اللي يعاود ورايا تو نقعد نحكي لين نحس قاعد يعاود ورايا الكلام زين ما بديش يعاود نعم اها مثيرة جدا سأخذك إلى متجر الحلوى سأجعلك طيح لي شوية تلعقين الحلوى امضي قدما يا فتاة إلى أن تنتهي الحلوى يلا سأخذ كليمة كهوفة توحش سليم برجولي في الحالة شوفوا انا راني صحيح كي نشوف صلعه معزه تومي مشرقه اكثر من مستقبلي ووجه سكولة منظم اكثر من حياتي نفقد الامل اما كي نشوف سعد المجرد كيفاش تحول من مرحله الصانع الى مرحله المعلم ينبثق فيا الامل من جيت تعرفوا سعد كيف كان سليم سليمين فولا وتقسمت راه ليه وني بيس كان مجرد من برشا حاجات مجرد من برشا حكايات حسيلو شو نقول لكم اما انا عندي مشكله ما نحبش ندخل في حكم ربي اما عندي مشكله مشكلتي مع الطقس معناها باردة نبدا قرسانة سخونة نبدا فغم بكل يشدني فوارة ربيع طقس نتاع لبان وخرجة خريف الدنيا كساد انا وقتاش باش نقرا سامحني عملوا لي فصل ملذذ على خاطري ما فهمتش معناها وبرشا ناس راه قالوا عليهم فاشلين واصبحوا اعظم العظماء مايكل جوردن عزلوه اينشتاين قالوا له انت باش تقعد حياتك الكل كزير المتكي اوبرا طردوها وقالوا لها وجهك مش بتاع تلفزه والديزني قالوا له ما عندكش خيال ولو انه صحيح هو في باله عمل انجاز كعمل ميكي ماوس كان جاي يعيش في تونس راه عرف اللي احنا نعيشوا معاهم الميكي ماوس والميني ماوس اللي نحب نقوله من الحكايه اللي نحب لي راه صور انيس المحرسي اللي نحب نقوله اللي الفشل اول خطوه للنجاح وكان ما فشلتش في حياتك راك باش تقعد حياتك الكل فاشل وسورتو اللي النجاح ما عندوش عمر مولا الكي اف سي الكافتيجي نتاع امريكا بدا مشروعه 65 سنه راهو مازال معناها العمر قدامنا وانا ديما ناخذ مثال دجاج دجاج ناخذ مثال بالحق بدا بربع دجاج ولا بدا بربع دجاج غزر له شوالا تو اهم مثال عندي ديما نقول لي انا بشوالي نهار حاجه في حياتي بنت حومتي نيفو ثالثه ابتدائي وطلعوا لدبي بروفيت انجلي سبحان الله والشهائد العليا منين هبطت مشاو قراو وهبطوا الكراهب صح عليهم على كل كلمه ياخذوا 50 سنت اللهم صلي على النبي زعما قريب اوكي المهم حسيت راي الحكايه الكل تعريت زنود ماشي صعود مواجه جو مواجه جو كومبلي